المسألة التاسعة، بعد انتهاء المدة ماذا يفعل بهذا المال؟ معي الآن أنا ساعة أو معي قطع ذهب، انتهت المدة التعريف ويئست من هذا المال، فماذا أفعل؟ إن كان غنيا فهو مال مجهول الأرباب، وكل مال مجهول الأرباب فمحله إلى أين؟ إلى الفقراء. وهذا يتعلق بكل مال مجهول الأرباب. مثلا على سبيل المثال، أنا أذكر في الصغر بأن أحد أقرضني 10 ريالات لكن لم أرجع هذا المال، الآن لا أعرف صاحبه، ماذا أفعل؟ كل مال مجهول الأرباب فهو إلى من؟ إلى الفقراء. كل مال مجهول الأرباب يدفعه إلى الفقراء، فإن كان غنيا دفعه إلى الفقراء، وإذا كان فقيرا يمكن أن يأخذ هذا المال لنفسه. هذا بعد متى؟ بعد التعريف. وواجب تعريفه بقدره. بعد التعريف يئس، لم يأتي أحد، يمكن أن يصرفه لنفسه إن كان ماذا؟ فقيرا، وإلا دفعه إلى فقراء المسلمين.